أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. الفقرة دي هنتكلم فيها عن الدعم الغذائي. الدعم الغذائي ده بيشكل حوالي 18.8% من منظومة الدعم، يعني بالأرقام حوالي كده من 50 مليار جنيه، من إجمالي دعم بيتجاوز 200 مليار، ده بزيادة حوالي 5 مليار جنيه عن الرقم المعلن في الموازنة. وبعد التعديل الوزاري الأخير شفنا تصريحات من كبار المسؤولين حول الدعم الغذائي. يبدو من التصريحات أن في توجه لتعديل أو تغيير نظام دعم السلع التموينية، وهو ده اللي بيخلينا نسأل عن منظومة دعم السلع التموينية وخطط الوزير الجديد لتطوير المنظومة الحالية. هل هيتم تحسين المنظومة علشان نضمن وصول الدعم لمستحقيها؟ هل السلع نفسها هتكون بنفس جودة مثيلتها في الأسواق؟ احنا هنتكلم في المواضيع دي النهاردة. ضيوفنا معنا الدكتورة علي المهدي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، معنا على الهواء مباشرة. أهلا بحضرتك دكتور عليا. ومن الاستوديو معانا الأستاذ محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل. أهلا وسهلا بحضرتك محسن بيه. هنبدأ الأول نشوف التقرير ونرجع نبدأ حوارنا مع حضراتكم. المجمعات الاستهلاكية تعد منفذا استراتيجيا لكثير من المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، فتتنوع هذه السلع بحيث تلبي احتياجات جميع الأسر. وتشهد المجمعات الاستهلاكية إقبالا من المواطنين لتوافر جميع السلع التموينية بأسعار مناسبة. السلع التموينية موجودة متوفرة، وحتى العدس رخص، كان ب 22 و 26 نزل بقى ب 20. الزيت متوفر اللي هو سعر 12 جنيه ده منظومة تموينية، السكر برضو اللي هو ب 8 جنيه مثلا برضو بيبقى متوفر على طول، في سكر حر بيبقى بكيس 2 كيلو ب 21 جنيه، الرز طبعا متوفر بأنواع كتيرة. أصبحت فكرة الدعم النقدي في الفترة الأخيرة مطروحة بشكل كبير كبديل للدعم العيني، ولكن تباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض. أنا ولا باخد ده ولا باخد ده، بس الأفضل إن هو يبقى نقدي. لا السلع، لأن عشان إحنا محتاجين السلع، لكن النقدي هنعمل بيه إيه؟ الفلوس مش هنعمل بيها حاجة، لأن طبعا في الغلا فمش هنعمل لنا حاجة. لا السلع، لا مش عايزة فلوس، أنا عايزة أجي أصرف بالبطاقة حاجتي. السلع طبعا افيد للناس طبعا، نادي ايه اخد افرح بالمغزى ب 20 30 جنيه ولا ليهم اي قيمه. ما بين الدعم العيني والدعم النقدي يبقى توافر السلع التموينيه المطلب الاهم للمواطن المصري. احمد سامح، اون لايف. يعني في وجهات نظر، في ناس بتقول دعم نقدي، وانما في ناس بتقول لا انا عايزه دعم سلع. خليني ابدا مع الدكتوره عليا المهدي. اهلا بحضرتك دكتوره مره تانية. قول لنا المنظومة اللي الحكومة بتسعى لتحقيقها، الأهداف النهاردة، إحنا الهدف الأساسي هو توصيل الدعم لمستحقيه، يتم إزاي؟ خليني أقول لحضرتك إن الهدف الأساسي هو العدالة الاجتماعية، إن أنت توصل بالدعم لفئات كتيرة مستحقة للدعم، توصل لهم وتوصل لهم احتياجاتهم من المنتجات الغذائية الأساسية. هو ده الهدف الأساسي. هنوصل لهم إزاي؟ دي إشكالية الاستهداف، إزاي توصل للفئات المستحقة، وبعدين هنقدم لهم الدعم ده في أي صورة. هل هنقدمه في صورة نقدية، يعني نديهم فلوس في إيدهم، ولا هنقدمه في صورة عينية؟ بحسب ما حضرتك سمعنا في التقرير، الأغلبية من الناس اللي اتسألوا، الأربع خمس ست أفراد اللي اتسألوا، كانوا أغلبيتهم كانوا بيفضلوا الدعم العيني، أو إن هو ياخدوا دعم في صورة سلع. المنطق وراء هذا القرار هو، أو الرأي ده، هو إن الفلوس قيمتها بتقل. يعني لو أنا خدت 50 جنيه النهاردة أو 50 جنيه السنة اللي فاتت، قيمته النهاردة أقل من السنة اللي فاتت بحوالي 30%، فقيمة الفلوس بتقل، فالناس عندها من الرشادة بحيث إنها فاهمة إنه هيكون أفضل بالنسبة لها إنهم يحصلوا على دعم عيني في صورة سلع غذائية أساسية، أحسن ما يحصلوا على فلوس والفلوس قيمتها بتتراجع. طيب
خليني شوف مع الأستاذ محسن. إحنا النهاردة في وجهة نظر بتقول دعم عيني، بس إحنا ما إحنا عايشين في قصة الدعم العيني ده، كنا عايشين فيه بقالنا زمن طويل والمشكلة بتتفاقم، هو الحل إيه؟ شوف خليني الأول أخد نفس الكلام اللي قالته أستاذتي الدكتورة عارية من دقايق بخصوص هذا الملف. الملف واضح تمام. الناس ليه دايما بتفضل الدعم العيني أكتر من الدعم النقدي؟ ده ليه عدة أسباب. السبب الأولاني إن في دايما مخاوف من إن ارتفاع معدل التضخم مع تثبيت القيمة النقدية اللي أنت بتقدمها بيخلي في حالة من حالات التآكل اللي ممكن تحدث بشكل واضح جدا بالنسبة للقيمة اللي أنت بتقدمها له. دي واحد. يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة معايا 100 جنيه، ال 100 جنيه النهاردة قوة الشرائية بتاعتها مثلا تجيب لي 10 أكياس سكر. تمام؟ السنة الجاية هتجيب 8 بس. هتجيب لي 8 بس، فأنا عايز كيس السكر، ما يهمنيش أنا السعر. أدي أول عندي كيس السكر. المشكلة الأكبر بقى من كده مرتبطة كمان بمسألة مدى الوفرة اللي موجودة للسلع نفسها. بمعنى هل أنت النهاردة لديك هذه الوفرة القادرة على أن أنت لو حتى معاك 100 جنيه اللي الدولة بتديها لك تقدر أنك أنت توفر بها هذه السلع في السوق؟ هل الدولة قادرة على أنها تظبط الأسعار بشكل واضح من خلال منظومة التجارة الداخلية بحيث أن ما يحصلش شكل من أشكال التباين في السعر ما بين منطقة ومنطقة وبين موسم وموسم ما بين فترة وفترة ما بين كميات وكميات؟ الأمور هنا معناها ببساطة أن عدم ثقة الناس في منظومة التجارة الداخلية بيدفعهم دايما لمسألة التمسك والتشبث، زي ما الدكتورة كانت بتتكلم من دقايق بفكرة ان الدعم العيني هو الدعم الافضل بالنسبة لي، لان انا الاقي الحاجة تكون موجودة هيكون عندي سعر ثابت هشتري بيه، مش هتقدر الحكومة انها ترفع عن هذا السعر، هاخد في حدود محددة. لكن حقيقة الامر ان الشكل ده محتاج عشان توصل له بصورته الكاملة ان انت تكون عندك عدة شروط تكون متقدة. طيب خليني أبدأ، قبل ما نبدأ على عدة الشروط خليني أسأل دكتورة عليا. النهاردة احنا بنشوف تصريحات او بيانات صادرة من وزارة التموين بتقول ان اخر سنة 2015 77% من الشريحة الاعلى انفاقا في المجتمع المصري معاها بطاقات تموين، معاها بطاقات تموين، يعني انا مش محتاج ومعايا بطاقه تموين. هنعدل المنظومه دي ازاي؟ انا اعتقد ان دي مهمه وزاره التموين زائد جهات وهيئات اخرى، ان هو لازم يبقى في تصفيه لبطاقات التموين، لازم يبقى معروف الاسر المعيشيه دي نمط معيشتها ايه. اذا كان عرفوا فعلا ان 77% من الاسر من الشريحة الأعلى إنفاقا تموين، يبقى على طول إذا كنت عارف من الشريحة الأعلى إنفاقا، طب يبقى إذا كانت المعلومة دي متاحة يبقى من السهل قوي إن إحنا نستبعد الشريحة دي ونركز البطاقات التموينية في الشرائح اللي هي مستحقة. فإذا كانت المعلومة متاحة إن الأسر دي إنفاقها عالي ولا تستحق البطاقة، يبقى من السهل قوي ان احنا نستبعدها ونركز على الاسر اللي هي فعلا تستحق البطاقة. ده هيخلينا بنرشد الموارد بتاعتنا اكتر، بنفيد الفئات الفقيرة اكتر او المحتاجة اكتر، وبنقلل حتى كمان الانفاق في نهاية الامر على الدعم العيني او الدعم بوجه عام. فانا اعتقد ان هي اذا كانت معلومه متاحه العمليه هتبقى سهله. طيب. لان مشكله الدعم سواء كان عيني او نقدي دايما بتكون ان احنا بنبقى مش عارفين مين يستحق ومين ما يستحقش. لكن اذا كان المعلومه دي متاحه للحكومه فخلاص ده بتسهل المهمه جدا، هتستبعد الاسر غير المستحقه وهتركز مع الاسر اللي هي فعلا يمكن حوالي 60% من الاسر المصريه اللي هي تستحق الدعم. يعني هي معلومة صادرة عن وزارة التموين، ولكن برضو احنا عندنا مشكلة في المعلومات عن المواطنين. يعني النهاردة انا لما اجي ابص استاذ محسن على الموظفين مثلا الحكوميين، انا النهاردة عندي مرتب حكومي بقبضه. أيه. تمام. صحيح. المرتب الحكومي اللي انا بقبضه ده يدخلني في شريحة مستحق الدعم، ولكن أنا بشتغل كذا شغلانة تانية، أو أنا مثلا عندي عمارة بأجرها أو. فالنهاردة المعلومة ما تقدرش تقول إنها مستندة على بيانات دقيقة،
يبقى هتحلها ازاي؟ هي مش سهله. ودي نفس الكلمه اللي استاذتي الدكتوره عليا كانت بتتكلم فيها حاليا. هي ببساطه شديده ان تحتاج الى قاعده بيانات دقيقه جدا في هذا الملف. قواعد البيانات المتواجده عندنا قد تكون في اطارها العام او الكلي بتعكس البيانات المتاحه ليها. لكن احنا بنتكلم على ما هو اكثر من ذلك. احنا النهارده حتى في عمليات تنقيه البطاقات اللي هي بتتم، انت بتحاول انك تخرج المتوفيين، بتحاول تخرج الاسماء المتكرره، بتحاول تخرج الموجود بطاقة قديمة وبطاقة رقم قومي، بتخرج اللي موجودين خارج مصر، بتخرج اللي هم غير مستحقين بشكل واضح. لكن حقيقة الأمر ان انت محتاج الأول قربت كامل لقواعد البيانات. محتاج أولا انك انت تربط قواعد البيانات المتعلقة بالدخل اللي هي بدءا بقى من الضرائب للتأمينات للسجل التجاري للبطاقة الضريبية للبيانات المتعلقة بالسيارات للممتلكات لما غير ذلك. محتاج انك تربط قواعد البيانات المتعلقة بمعدلات الإنفاق، بدءا بقى من إنفاق حضرتك على الاتصالات، بدءا من إنفاق حضرتك على الوقود، بدءا من إنفاق حضرتك على الكهرباء في البيت، الحاجات اللي من هذا القبيل، ثم الانفاق المتعلق بالتعليم والصحة وخلافه، بحيث ان قواعد بيانات الكاملة اللي موجودة عندك هي اللي تعكس بشكل واضح مستوى المعيشة بالنسبة لك. لان ببساطة شديدة يعني لو احنا اتكلمنا على بعض قواعد البيانات اللي موجودة حاليا، بيحصل ان بيجي لك مثلا واحد بيعمل في مهنة ما تقدرش تحدد فيها مستوى الدخل بتاعه، وبيقول لحضرتك انا دخلي السنة كله 150000 جنيه، وادي المستعدات اللي بتثبت ذلك. تتفاجئ حضرتك في النهاية ان هذا الرجل اللي هو دفع كل حكاية ضرائب 10 ولا 15000 جنيه نتيجة ان دخله 150000، شارع عربية في نفس السنة بمليون ونص. انت جبتهم منين؟ هل عملت جمعية يعني وجبت الفلوس دي، ولا ربنا كرمك والفلوس دي ولدت خلال هذه السنة؟ مشكلة الاقتصاد الكاش الضخم اللي متواجد عندنا داخل مصر خلال الفترة اللي فاتت، ان الموضوع عندنا بقى متسع لدرجة ان انت مش قادر انك تحسمه. ده اول شرط، يجب انك تكون عندك ربط قواعد البيانات. النقطة الثانية اليات نفسه توصيل الدعم. خلي بقى حضرتك ان احنا عندنا في دعم منظور اللي هو الناس بتشوفه في الاكل والشرب والتموين وخلافه، لكن في حقيقه الامر دعم غير منظور. في دعم موجود في الوقود، في دعم موجود في الكهرباء، في دعم موجود في الصحه، في دعم موجود في التعليم. مختلفه كثير. من يستحق ذلك؟ من هو تعريف الشخص المستحق؟ وانا اعلم جدا ان استاذتي الدكتوره عليا كانت اشتغلت لفتره طويله في هذا الملف على مساله تحديد من هو الشخص المستحق حقيقه للدعم. العنصر الثالث اللي انت هتكون محتاجه بشكل واضح جدا هو مساله ما يطلق عليه اسم الاوبورتونيتي كوست او نفقه الفرصه البديل او مقارنه العائد بالتكلفه. انت النهارده عندك ناس بتحصل على دعم في الاغذيه بحدود حوالي 50 مليار جنيه في السنه، واجمالي دعم بحوالي 200 مليار جنيه. طيب لو لغيت الدعم ده وحولته لدعم نقدي، هل ده الناس دي مستوى معيشتهم هيرتفع اكتر؟ هل مستوى معيشتهم هينخفض؟ هل هم هيكونوا عرضه اكتر للتقلبات معدات التضخم؟ طب اقدر ازوده ازاي؟ طب ايه هي المفهوم اللي لازم يتعمل بيه؟ عشان كده ببساطه شديده هي المساله مش مساله تحول من دعم نقدي لدعم عين بقد او العكس صحيح، لكن حقيقه الامر هو ازاي انك انت تعمل زي ما الدكتور عليا بدات كلامها شبكه ضمان اجتماعي تخلط ما بين دعم نقدي ودعم عيني ودعم يكون موجه، بمعنى ان انت مثلا لو هتاخد عايز ازود لك دعم التموين انا موافق على ده بس بشرط ولادك يكونوا موجودين في المدرسه ويكون عندك التطعيمات بتاعه الاطفال اللي انت ولدتهم كذا وامور من هذا القبيل. انت محتاج انك تعمل هذا التوجيه، ودي مش بضعه مصريه، تعال في البرازيل، تعال في تركيا، تعال في عدد كبير جدا من الدول خلال الفتره اللي فاتت، وده امر من السهل انك انت تقوم انك تعمله النهارده، بس انت محتاج الاول تنتهي من نطق قواعد بياناتك، تحدد مدى تأثر الناس ومدى سيطرتك على شبكة التجارة الداخلية. هتكون قادر على انك انت توصل بالفعل او تخلق عنصر منافسة متواجد داخل الاسواق. والعنصر الثالث انك انت تستخدم اشكال مختلفة من الدعم مع بعضها عشان تخلق منظومة. حتى في امريكا حضرتك لما تاخد الشيك اللي هو بتاع دعم البطالة، ودي يعني دول من الدول المتقدمة قوي، حضرتك بتاخد الشيك ده جزء منه لو عندك اطفال في البيت بتاخد فيه المستلزمات بتاعه الاطفال بدءا من الادويه للبن ل بس ده المده الزمنيه محدده. اه طبعا ده مش مفتوح كده على لا مش مفتوح طول الوقت. ده من جانب، ومن جانب تاني بتاخد دعم نقدي بتاخد بيه كاش، ممكن تشتري بيه اغذيه، ممكن تشتري بيه ادويه، ممكن تاخده حتى نقدا في ايدك وتمشي. طيب سؤالي اللي جاي للدكتوره عاليه هو احنا النظام اللي موجود دلوقتي احنا بنتكلم على دعم نقدي ولا دعم عيني دلوقتي؟ احنا النظام اللي متبع ايه؟ خليني هسأل حضرتك السؤال ده، هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. خليكم في اسواق وعمال. We'll be right back.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. ضيوفنا الدكتوره عليا المهدي استاذ الاقتصاد بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، والاستاذ محسن عادل نائب رئيس الجمعيه المصريه للاستثمار والتمويل. دكتوره عليا، هو احنا منظومه الدعم بتاعتنا نقديه ام عينيه حاليا؟ هي منظومه الدعم بتاعتنا مختلطه، يعني بتجمع ما بين النقدي والعيني. نقدي مثلا ان بيقرر لكل فرد من الاسر اللي هي على البطاقه اللي عندها بطاقات تموينيه ما يوازي 21 جنيه دعم. هي ده يعني لو اسره مكونه من 5 افراد احنا بنتكلم على 105 جنيه تقريبا. بالمبلغ ده بيحق لها تشتري بنظام معين احتياجاتها من السلع التموينيه الاساسيه اللي هي الزيت والسكر والرز، اعتقد هي دي الاساسيات اللي هي بتقدر تختار ما بينها. يعني الدعم الاساسي هو للعيش. قبل كده في ايام ده غير العيش طبعا، لا في دعم للعيش وفي عدد معين من الارغفه مخصصه، وكان في نظام نقط لو الاسره اخذت عدد اقل من الارغفه بيديها النقط بتتحوش لها، بتقدر تستخدمها في شراء منتجات اكتر استهلاكيه من اللي هي بتحتاجها. لكن في انواع اخرى من الدعم اللي احنا لازم نذكرها، يعني الكهرباء، في شرائح الدنيا من استهلاك الكهرباء دي بتبقى سعر الكيلو وات ساعه مدعوم. نفس الشيء بالنسبه للمواصلات، زي مثلا تذكره المترو، ده دعم عيني. المواصلات، تذكره المترو برضو مدعومه، لو في اتوبيسات نقل عام ما زالت لسه شغاله فبرضو اسعار التذكره فيها مدعومه. ففي بقى مش هتكلم على التعليم والصحه باعتبار ان دي خدمات اساسيه اجتماعيه اساسيه الدوله بتقدمها بعيدا عن مش بتذكر كجزء من منظومه الدعم، ولكن دي كلها خدمات بتقدم من خلال الدوله وبتقدم يعني بأقل من التكلفة اللي الدولة بتتحملها فيها. بس أحب الحقيقة في الجزئية دي أضيف نقطة يمكن حضرتك أثرتها في السؤال اللي فات وزميل عزيز الأستاذ محسن عادل اتكلم عنها، في إزاي إن احنا بنستهدف الأسر وليه الدعم العيني يمكن في الفترة الحالية أفضل. أنتوا كنتوا عملتوا دراسة دكتورة عليا عن المواضيع دي مش كده؟ أنا عملت دراسة بس دي كانت الحقيقة قبل الثورة، وخليني أشرح لك كانت إيه فكرة الدراسة. باختصار إحنا في الفترة يمكن في 2007 كان في تفكير جاد جدا من حكومة الدكتور أحمد نظيف إنهم يبتدوا يطبقوا نظام الدعم النقدي. زي ما الفكرة مطروحة دلوقتي بالظبط. ولكن كان في اتجاهات مختلفة، فطلب مني إن أنا أعمل دراسة ميدانية لعينة من الأسر المعيشية ممثلة للجمهورية
وفي الدراسة دي كان السؤال المحوري الأساسي، يعني مجموعة من الأسئلة، لكن السؤال المحوري الأساسي للأسر دي بتفضل إيه؟ إن أنت تاخد الدعم في صورة نقدية، أموال بتدفع لك شهرياً، أم بتفضل إن أنت تاخده على البطاقة التموينية بصورة عينية، يعني زيت وسكر ورز وشاي وحاجات كده. عايزة أقول لحضرتك إنه 85% من الأسر المعيشية اللي إحنا زورناها، اللي هي عينة ممثلة للجمهورية في كل محافظات الجمهورية تقريبا، 85% من الأسر المعيشية قالت لأ إحنا عايزين الدعم يكون عيني. زي كده العينة اللي حضرتك عرضتوها في بداية البرنامج. سألناهم ليه عايزين الدعم يكون عيني ما يكونش فلوس بتاخدوها؟ قالوا أول حاجة الفلوس قيمتها بتقل، تاني حاجة إن ممكن قوي رب الأسرة ياخد هذا المبلغ وينفقه في أي إنفاق آخر مش هيعود بفايدة كبيرة على الأسرة، فيعني فهم بيفضلوا إن هم يبقوا ضامنين احتياجاتهم اللي هي الأساسية في الغذاء جالهم شهريا، أحسن ما ياخدوا أموال وقيمة الأموال دي بتتراجع تحت وطأة التضخم اللي هو كان أقل كتير من النهاردة. وبناء عليه توقفت الحكومة وتراجعت عن فكرة تطبيع الدعم النقدي. اللي عايز أقوله النهاردة يعني تراجعوا عن الفكرة، اللي أنا عايز أقوله النهاردة إن معدل التضخم وفقا لجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيقترب من 30% في خلال العام الماضي، اقترب من 30%. لو جينا احنا النهارده ابتدينا نوزع فلوس كاش مباشرة على الأفراد، فإيه اللي هيحصل؟ إن الناس هتنزل تشتري، وده هيزود معدل التضخم، وهيبقى بدل ما احنا بنفيدهم فعلا احنا بنضرهم، واحنا بنحاول أساسا إن احنا نقلل الفلوس الكاش في المجتمع. فأنت النهارده لما بتدي فلوس كاش أنت بتزودي الكاش بالظبط بالظبط. فاحنا الغرض الاساسي حمايه هذه الفئات محدوده الدخل، فاذا كان الغرض هو الحمايه، لو احنا ادينا لهم كاش الاسعار هترتفع اوتوماتيكي او تلقائي، وبالتالي يبقى هم لم يستفيدوا بالعكس اديروا. وهي النقطه ان دائما بنقول ان التضخم لما بيزيد في اي اقتصاد مش بيضر فئه محدوده، لا بيضر كل الناس. يعني لو فئه معينه اخذت فلوس في ايدها وفئه ما خدتش، لكن التضخم بيبقى على الكل، فالضرر ضرر التضخم بيمس كل افراد المجتمع، وبالتالي طيب. يبقى احنا النهارده كبير. يبقى احنا النهارده عندنا اللي احنا فيها اتفضلي في الحاله اللي احنا فيها ايه يا فندم؟ في الحاله اللي احنا فيها النهارده يكون من الافضل كتير ان يبقى الدعم عيني لحين تستقر الاسعار، وينزل معدل التضخم من 30% ل 4-5%، وبعد كده في حالة استقرار الاقتصاد واستقرار معدلات الأسعار ممكن نعيد النظر ونفكر ان احنا يبقى الدعم النقدي نتوسع فيه اكتر، بس دلوقتي انا لا انصح بذلك الحقيقة. طيب فاكر زمان لما كان بيبقى فيه العلاوة السنوية، المنحة بتاعت كل سنة، المنحة بتاعت كل سنة 10% دي، وعلى طول تلاقي الاسعار كلها زادت، فتيجي تقول للتاجر ازاي ده؟ يقول لك ايه هو انت مش قابض 10% زياده؟ ها الكلام اللي بتقوله الدكتوره عاليه ده، ما ده كلام يعني منطقي، هو صحيح بالفعل، كلام منطقي. فهل النهارده الموضوع هو الدعم النقدي كويس ولكن مش وقته؟ دي الجملة الصحيحة تمام، وده الكلام اللي قالته أستاذتي الدكتورة عليا دلوقتي وبشكل واضح تمام. هو قد يكون هو البديل الأفضل في التوجيه، ولكن مش في التوقيت الحالي لأسباب كتير. شبكة التجارة الداخلية عند حضرتك ضعيفة جدا حتى هذه اللحظة، وده أمر محتاج يعني تدعيم بشكل قوي، عشان كده احنا متفائلين بوجود دكتور علي مصلحي في الوقت ده، لان الراجل هو اللي بنى جزء كبير من هذه الشبكه واعاد احيائها خلال الفتره اللي فاتت. وهنا بنتكلم بقى شبكه التجاره الداخليه دي بدءا بقى من التموين، وهو بدا في قاعده البيانات اساسا، ودي فكره
من أولها. في قاله الاهميه في التوقيت الحالي هتبدا بقى هنا من مكاتب التموين للاجراءات المتعلقه بشبكه التوزيع المتعلقه بالجمعيات الاستهلاكيه للمجمعات الصغيره للمجمعات المتنقله لمشروع جمعيتي اللي لازم يتحيى بشكل اكبر خلال الفتره اللي جايه. المجموعه دي مع بعض تبدا تحرك الشبكه عشان تقدر انك تضخ فيها. يفضل لك الجزء الثاني وده يمكن مش وزاره التموين ولكن ده في منظومه الدوله. كل ما هتزود حجم المعروض وكل ما هتزود حجم الانتاج كل ما هيكون عندك قدره اكبر على ضبط الاسعار في السوق. لما تقدر توصل بالشكل ده وطبيعي ان انت لما هتعمل ده هينخفض معدل التضخم زي ما الدكتور قال وينزل بقى الوان ديجيت يعني 7 و8 و9% ويبدا يتراجع الى ما دون ذلك. فتبدا يكون عندك القدره ان لما يزيد معدل الاستهلاك مش هيرفع معدل التضخم معاه فالناس مش هتتاثر بشكل كبير وحجم المعروض الموجود في السوق مقلل ده هيخلي الى حد كبير جدا المنظومه تقدر انها تشتغل. بس في نقطه انا عايز اخدها من كلام الدكتوره ولازم نركز عليها كويس. الحد الادنى من المواد الغذائيه اللي يجب ان يكون موجود في كل بيت. زمان انت كنت عامل المنظومه بطريقه مختلفه شويه. كنت بتقول حضرتك تروح تاخد من عندي كل شهر كيس زيت من عند البقال كيس سكر كيس رز وباكو شاي وازازه زيت. النهارده انت حولت المبلغ واديت اوبشن تشتري بيه اللي انت عايزه من جوه. الطريقه دي قد تكون خففت الضغط ما عدا في العيش. والعيش انت ممكن تحول جزء اساسي من المبلغ لنقط عشان تشتري بيها. قد يكون ده خف شويه على الدوله الى حد ما من الضغوط اللي كانت موجوده. لكن حقيقه الامر ان هو النهارده خلق مشكله ثانيه هي اللي اتخلقت عشان وزاره التموين سنه 30. ان في حد ادنى من السلع الغذائيه لازم يكون متواجد داخل البيوت. لازم يكون عند الراجل ده لان انا عندي نقط عيش وليا 21 جنيه في الكارت طب انا ممكن اخد علبه سجاير اخد شويه نسكافيه اخد شويه كذا. الفكره ان انت طالما بتتكلم في منظومه تموينيه وحد ادنى من الضمان الاجتماعي يبقى يجب انك تتكلم هنا على التوافر في ده. عشان كده قد يكون من العوامل اللي تدرس في هذا التوقيت هو على مدى قصير يمكن ما يكونش على مدى اطول انك ترجع تاني مسألة الحد الادنى من الكميات اللي بياخدها كل واحد. وياخد هذه الكميات من خلال بعض منظومة الكارت الالكتروني بعد طبعا ضبطها بشكل الانسب. عشان تبقى عارف هو اخد ايه. هي دي بقى الفكرة. لان انت هنا طول ما انت حاطط المنظومة مختلطة بهذا الشكل قد يكون ده تخفيف من الضغوط على الدولة. وقد يكون تخفيف من الضغوط اللي بتظهر، لكن التقلبات الكتير اللي حصلت الفتره اللي فاتت والازمات المتكرره اللي اتعملت خلت فكره توافر كميات محدده بعينها من السلع موجوده في البيت ان كل فرد في الاسره عنده ازازه زيت وعنده كيس سكر وعنده كيس رز وعنده باكو شاي وعنده فتضمن الحد الادنى من المتطلبات موجود على الاقل عند الناس هذه الكميه. ودي الفكره بالمناسبه اللي بتعملها الجامعات الاهليه النهارده لما بتوزع على الاسر المعوزه. ودي فكره اتصور انها تحتاج الان الى اعاده دراسه من جانب الدوله. انا عارف ان تكلفتها هتكون اعلى لكن اثرها الاجتماعي هيكون افضل. النهارده دكتوره عاليه لما بنتكلم على صندوق النقد الدولي ومتطلبات عمليه الاصلاح في شرط اساسي او مش شرط يعني في بند اساسي وهو الضمان الاجتماعي ورعايه محدودي الدخل والمجتمع. النهارده حتى لو قسمنا موضوع الدعم احنا دلوقتي بنتكلم على الدعم الغذائي اذا جاز التعبير. عندنا دعم الكهرباء زي ما حضرتك تفضلتي، عندنا دعم الطاقه بجميع اشكالها، التعليم، الصحه والى اخره. لو اتكلمنا على ان احنا بنشيل الدعم من منظومه من منهم يعني مثلا شلنا من على الكهرباء او شلنا من على البنزين او السولار ده بينعكس على سعر المنتجات الغذائيه بطريقه مباشره اذا جاز التعبير. حضرتك النهارده لما تيجي تشوفي المنظومه المعقده دي وتيجي تنصحي المسؤولين في الحكومه تقولي لهم خطوه 1 2 3 المفروض تمشوا ازاي؟ ده سؤال صعب جدا واخد بالك. بس خليني اقول ان هي الحكومه دلوقتي ماشيه بصوره يعني بتحاول انها تعوض فتره طويله ما كانش بيحصل فيها تحرك في خفض منظومه الدعم. اللي انا بس يعني بقلق منه شويه انه يبقى عمليه تخفيض الدعم بيتم كله في وقت واحد. يعني لما نكون بنسمع مثلا ان سعر الكهرباء هيرتفع في اول شهر يوليو ونكون بنسمع واملي ان الكلام ده ما يكونش صح ان سعر الوقود كمان هيرتفع في شهر يوليو. انا اعتقد ده قرارات لو تزامنت مع بعضها دي هتبقى مش كويسه. ايوه بس فكره التزامن يا دكتوره عليا حضرتك بتقولي انا اامل
انها ما تكونش صح. الكلام ده معلن من قبل رئيس الوزراء السابق. طيب يبقى احنا نقول لهم بقى دلوقتي مش كده، هو قايل ان في خلال 4 سنين هيتشال الدعم واحنا متاخرين في المنظومه دي، فده موضوع معلن. طب خليني اقول لحضرتك حاجه، هو جل من لا يسهو، واخد بالك؟ يعني ممكن قوي ان يكون ده قرار حكومي ويرجعوا فيه، بمعنى انه مش لازم يتزامن ابدا خفض دعم الكهرباء مع خفض دعم الوقود. يعني كتير على المواطن ان انت تخفض كل حاجه في نفس الوقت. ما نجيش في 1 يوليا واحنا لسه الناس هتبقى خارجه من رمضان، ولا هتكون لسه في رمضان، انا مش واخده بالي بالظبط، خرجنا ان شاء الله، وتقوم مره واحده رافع عليهم سعر الكهرباء وسعر هنكون خرجنا، بس يعني العيد بقى وبعدين هندخل على المدارس. فلما تقوم رافع الاثنين مره واحده كنت تعمل حاجه بدري حاجه متاخر، بس ما يتزامنوش مع بعض. يعني النصيحه اللي حضرتك بتوجهيها هي ان احنا ناخدها خطوه خطوه، نقسمها بحيث ان التاثير على المواطن ما يبقاش تاثير عالي مره واحده. هل حضرتك متفق مع هذا الكلام؟ 100%. ده اللي بيسموه الدبل امباكت، تأثير مزدوج. هي المسألة ببساطة ان انت النهاردة في دولة بتعاني من ضغوط تضخمية من اثار مختلفة، مع تراجع في معدلات الاستهلاك وتباطؤ في معدلات نمو الدخول. اي اجراءات ذات اثر تضخمي ممتدة المفعول لفترات طويلة خلال الفترة اللي جاية هيبقى تأثيراتها اشد من التأثيرات اللي ممكن تيجي في وقت طبيعي، لما يكون معدلات الاستثمار طبيعية، لما يكون معدلات التشغيل طبيعية، لما معدل بطالة يقل، لما الدنيا تبقى ماشية. ببساطة شديدة هيكون التأثيرات ممكن تكون محتملة، لكن النهاردة الزيادات المتوالية وانت واصل النهاردة لمستوى التضخم وصل تجاوز 30% في فبراير، وعفوا في يناير، وداخل النهاردة على نهاية فبراير، ما تصورش ان المعدل هتراجع كتير، يمكن اكتر من 27 او 28% وده رقم مرتفع جدا. لو دخلت ربع تخفيض سعر الدولار في الفتره اللي فاتت، وطبعا ده هيديك كمان اثر على ارتفاعات معدلات التكلفه اللي لغايه دلوقتي الشركات ما بتشتغلش بطاقتها الكامله، وامور كثيره من هذا القبيل. عشان كده المساله بتاعت الاختيار هقول التوقيت الزمني لاتخاذ بعض الاجراءات الحساسه من الناحيه الاجتماعيه بتحتاج الى عمليات من عمليات التعديل. النقطه الثانيه، انت من المفروض انك ما بتخفضش الدعم عشان توجه هذا الدعم الى مجرد بس تخفض عجز الموازنه، ولكن عشان تعيد استثمار المبالغ دي بقى في صحة وفي تعليم وفي بنية تحتية. مش ده المفروض دكتورة عالية، مش المفروض برضو مع انخفاض سعر العملة وزيادة وتيرة الانتاج المحلي ورجوع السياحة، ده في حد ذاته ممكن يعادل موضوع التضخم ده؟ بص طبعا يعني انخفاض سعر صرف ارتفاع قيمة الجنيه بعض الشيء ده بيهدي الموقف، لكن انا خليني اقول اخد من كلام الاستاذ محسن الحقيقه، لان هو مس على نقطه مهمه جدا. انت الدوله كل ما هترفع الاسعار رفعات جامده نتيجه لخفض الدعم، ده معناه ايه بالعربي؟ معناه ايه باللغه الدارجه بتاعتنا؟ ان قوتنا الشرائيه بتضعف. تمام. القوة الشرائيه للافراد، للاسر المعيشيه المختلفه على مستوى الجمهوريه كلها. لما القوة الشرائية للأسر تضعف يبقى قدرتهم على الشراء هتقل، ولما قدرتهم على الشراء هتقل هتدخل انت في مرحلة احنا بنسميها ركود تضخمي، يعني البلد تبقى راكدة البيع فيها ضعيف، وفي نفس الوقت انت عندك تضخم، عندك ارتفاع في الأسعار. مش من مصلحة اي حد هذا الركود التضخمي. بمعنى ايه؟ اولا المصانع هتقلل انتاجها، الافراد الرفاهه بتاعتهم هتقل بدرجه كبيره بالظبط. ثلاثه الايرادات الضريبه القيمه المضافه هتقل للحكومه، فعجز الموازنه العامه مش هيعرفوا يوجهوه بنفس الدرجه اللي هم مستهدفينها. فاللي حضرتك بتقوليه يا دكتوره عاليه هي قسمها على مراحل. طبعا لازم تتقسم على مراحل لما الاقتصاد. وفي نقطه كمان الحقيقه لازم اذكرها سريعا يا دكتور علي، انه انخفاض سعر الدولار انخفاض سعر الدولار وارتفاع قيمه الجنيه مش هو ده اللي هيمنع ارتفاع الاسعار نهائي، ولكن لابد ان الحكومه تاخد من الاجراءات اللي تحول دون انها عماله تستمر في عمليه طباعه النقود. طول ما الحكومه بتطبع فلوس بمعدلات اكتر من مما يستحق الامر، ودي لها معادلات معروفه، طول ما الاسعار بترتفع.
فما نبصش ونقول طب ما الدولار اهو سعره انخفض، الاسعار ما انخفضتش. طيب. ليه؟ لان في عوامل اخرى بترفع الاسعار. بشكرك دكتوره عليا. هل من اذان صاغيه؟ اتمنى ذلك ان شاء الله. الاستاذ محسن عادل نائب رئيس الجمعيه المصريه للتمويل والاستثمار بشكرك شكرا جزيلا. الدكتوره عليا المهدي استاذه الاقتصاد بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بشكر حضرتك شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم وبكره يوم جديد وبرنامجكم اسواق واعمال. We'll be right back.